شي الشعب الجزائري خوتنا وادي مباراة ديال كرة القدم ما غاداش تخرج على ولكن العسكر اللي دخل حنا الجزائريين خوتنا شعب ملاح حنا معاهم مزيانين وكنبغيوهم كيفاش كيبغيونا حنا داكشي ديال السياسة خليه ابار هذه مباراة ديال كرة القدم هما اللي دخلوا الجنرالات دابا اسمعني راه هما الجنرالات ديال العسكر دخلوا في مباراة فهمت شنو كاين فهمتك فهمت تماما حنا دابا تنوصلوا هذه الرسالة للشعب الجزائري باش يعرف بان راه الحكومه ديالهم ولا السياسيين ديالهم التوقعات ديالنا حنا كيف ما بغات تكون المباراه هذيك المباراه ديال كرة القدم حنا كنهضروا على التدخل اللي دخلوا العسكر هذيك كيف ما بغات تكون خسروا ربحوا هما بصحتهم وربحنا حنا بصحتنا ولكن حنا راه كنبغيو واخا كتكون لعب على فريق عزيز عليك لعب مع شي فريق اخر كتبغي يربح الشعب ديالنا بغينا يربح ب 10 جيتي حتى المغرب عاد بديتي كتقول ربح ولا خسر بغينا يربح ب 10 زي حنا دابا دابا انت اللي عزيز عليك شي فريق باش غنسولك غنسولك الا عزيز عليك شي فريق ولعب ضد شي فريق اخر كتبغي الفريق ديالك يربح تمام ما كتقولش هاد الهضره حنا راه كنكونوا كاع ولاد البلاد فما بالك اننا راه لاعبين على الرايه المغربيه حنا الجزائريين حنا ما كنهضروا على السياسه هاد الناس هاد العسكر حنا بغينا الشعب الجزائري يعرف بان حنا هما راه خوتنا هذه مباراة ديال كرة القدم كيربحونا هما كيربحناهم هما بحال بحال حتى التوقعات ديالك التوقعات ديالي انا باغي المنتخب ديالنا يربح حتى ب 20 المهم انا كنقول 2-0 حيت المنتخب ديالنا الحمد لله في احسن الاحوال دابا حاليا والميساج انا وصلته للشعب الجزائري انتوما خوتنا وصحابنا وحبابنا السياسه ولكن بغينا نربحوا